الطالب خاص البروغرام ديالو يكون باش يكون ادميسيبل غير بروغرام باش يقدر يتبع خاص خاصو يكون تقرا بالفرنسيه يكون يتقرا بالفرنسيه اما الا كانت تقرا بالانجليزيه داروا واحد الشرط اقتراح الله يرضى عليكم انا ما كنقولش لكم شي حاجه اللي هي غدا بدات نو كنقول لكم الكومونيكي اوفيسيال لكي كي فيه الاقتراحات اللي غيديروا عليها اون كونسلطاسيون راه ما تصوروش الاخوان شحال ديال الكوغيا لقيت عندي انايا واش هاد لي زابرا ما بقيتش كنجاوب ما بقيتش كنجاوب اللي ما كنجاوبش كيصيفط ميساج وا سي اوفيسيال وقتاش غيبدا ها انتوما غنبقى شاده واحد خمسة دقائق واقيلا غير باش الناس تفهم راه كونسلطاسيون بوبليك راه مازال هما كيقولوا على ان غادي يديروا الاستشارات اللي تقبلت هي هاديك، اللي ما تقبلتش اللي خصت ودار دل... Québec, دي هي هاديك، اللي خاصها تموديفا هي هذيك وضاربين حساب على ان نورمالمون خاصهم لا فيرسيون ديفينيتيف يحطوها في لا غازيت اوفيسيال دو كيبيك اللي هي جريدة الرسميه ديال كيبيك او بلوطار لو 7 جوان وكيف كتعرفوا في القانون ديال البروجي لوا غاس رويال الى اخره فهم ملي كيتصادق على شي 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 قانون كيكون مشروع قانون كيصدر كيولي قانون ساري المفعول بعد 45 يوم كيتسناو لسو... لا سوسيتي سيفيل المجتمع المدني يدير الاقتراحات ديالو عاوتاني فهمتونا الاخوان دونك اذا شنو قالوا قالوا على ان هاد الناس اللي كيقراو بالانجليزيه اه واحد القضيه بين قوسين واش خباركم بان الكيبك تخلعات من خرج واحد الرابور

مرتفعة تفوق عدد طلب الأجانب الفرنكوفونيين أو اللي كيهضر لغة الفرنسية داكشي علاش قال لك أسيدي إلا جيتي تقرا حنا كنقبلو ديبلوم يكون تقرا بالفرنسية وإلا قريتي بالإنجليزية ما عنديش مشكل كيف كتقول اقتراح ولكن بشرط جيب لي بروف دليل قاطع ومانع وساطع على انك قريتي ثلاث سنوات بالفرنسيه بالسكوندير او بوست سكوندير جيب لي وثيقه رسميه كتبت على انك قريتي في السكوندير ديالك ثلاث سنين على الاقل بالفرنسيه او قريتي ثلاث سنين في البوست سكوندير يعني الباك كنت طالع عاد عاد هذاك البروغرام ديالك يكون مقبول اشنو هما البروغرامات اللي مقبولين اون جينيرال باش نشرحوا للاخوان اللي عاد كيسمعوا وهو كاين كاين دي يو بي كاين دي يو بي آه اللي فيه 1800 1800 بين قوسين حطيت لكم واحد البوست ديال واحد دي يو بي آه في السكرتاريا كيكون كاين في واحد بين دوك المعاهد المعروفين لقاو الطلبه كيزوروا كي لي زاتيستاسيون دو ستاج وكيجيبوا داكشي مزور من سبيطار 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 وسبيطار ما كاينش الواقع وبقاو كيبحثوا لقاو كيف نيجيريا ناس دايرين السيت الى اخره والمدير ديال هذه المؤسسه هذه حتى هو راه سيرو راديو كندا سيت راديو كندا وغتلقاو شنو كيقول اوكي داكشي كتابه بانه توا تصدام وكذا وكذا بين قوسين غادي نرجع لان غادي نرجع لهذا الشيء ديال التصوير نرجع له وراه سنين وما كيديروا تصوروا سبيطار ديري ديري لي لادريس ديالو في موغيان والتصاور والتخربيق على كل حال المهم نرجعوا للموضوع ديالنا لي 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 بروغرام اللي مقبولين اكطويلمون دي بي اللي فيه 1800 ساعه وداك تكنيك ماشي بري يونيفرسيتير شنو الفرق بيناتهم دي بي بري يونيفرسيتير كتقرا كتمشي تقرا في يونيفرسيتي تقدر تخدم ما يدخلكش سوق العمل داك تكنيك كتقرا في 3 زون او كيكون اكسيليري كتقرا في 5 سيسيون ولا 4 سيسيون 5 سيسيون كتدخل معاه اي تي وحده ولا 4 سيسيون كتقرا لي تي بجوج محروم مع مين من الصيف ما تبرونزا ما تبحر المهم داك تكنيك وكاين باك يعني لونيفرسيتي لونيفرسيتي يعني بحال قلتو نتوما عندكم لا ليسونس هو الميتريز والميتريز والام بي والدكتور وخصهم يكونوا بالفرنسيه راه واحد الفرنسيه يعني فرونسيز دارت تيز ديالها تيز لو رابور دارت فيه نص شي طرف بلونغلي ما قبلوش ليها دابا فهاد التغييرات باش ما يحرموهمش باش ما تحسبش على انهم

دقيقه أو بوست سكوندير ثلاث سنوات على الأقل في سميتها في الـ, الـ بوست أوكي الشرط اللي هو غادي غادي يطبقوه في الاقتراحات باغي نطبقوه على لي زونغلوفون ولي فرانكوفون هو الامتحان ديال اللغة الفرنسية امتحان ديال اللغة الفرنسية اللي هو مينيموم خمسة مينيموم خمسة فليكري ماشي فلورال اوكي خمسة فليكري ماشي فلورال غير باش نتاكد من هذه المعلومه هذه يا دي يالي. خمسه دونك 5 فلورال فليكري يعني كومبريونسيون اكريت او اكسبريسيون اكريت خاص الطالب في المقترحات ديالهم اوبليغاتوار يجيبو ما بقاش بحال شحال هادي فهمتوني هذه هذه الاقتراح الاول وهو ان باش يتقبل ديبلوم باللغه الانجليزيه خصو يكون برو بانه قرا ثلاث سنين في السكوندير او ثلاث سنين بوست يعني التناول الجامعي باللغه الفرنسيه ثاني اقتراح الزاميه امتحان اللغه الفرنسيه على الجميع بدون استثناء ويجيبوا يعني السكور ريزولطا ديالو النتيجه تكون آه غير في الكتابي ماشي في الشافه في الكتابي تجيب فيها سيدي على الاقل خمسه على الاقل خمسه كومبريونسيون اكريت او اكسبرسيون اكريت حاجه اخرى الاقتراح الاخر هو انهم غاديين غاديين يحيدوا الغاء الزاميه التجربه الكيبيكيه ديال العام دي بي كان كيدير عام ونص وداك تكنيك وباكالوريا ميتريز ام بي دكتوراه كان كيدير عام هذه غيحيدوها علاش غيحيدوها لانهم لقاو الطالب كياخذ كي معطل سي اس كيو وكياخذ معطل الاقامه وماكيحمش هاد البلاد هادي وكيخرج من من الكار او قبل كيخرج كي كياخذ غير ديبلوم كيمشي كي لمقاطعه اخرى حاجه اخرى حيدوها كانت كيقول كي لك ملي كتبغي تطلب سي اس كيو ملي كتبغي تطلب سي اس كيو ضروري خصك تكون خدام ضروري خاصك تكون خدام هادي غيحيدوها في اقتراحات ديالهم بغاو غالبا غيحيدوها فهمتي غالبا غيحيدوا علينا كلشي باغي هاد جوج مزيانين يحيدوهم دونك حيدوا هادي او صمروا لينا التاس ديال الفرونسي حقا هو مزيان ما عليكم صراحه لانك في اللغه هما كيقلبوا ال... ال... كي على ان وسماهم الطلبه دابا خرج واحد لو تيرا باش شويه كيبداو يضحكوا عليه الناس سما كيقولوا بان الطلبه هما سي دي كونديدا ايديو ماشي ايديو اي دي إيدي. اي او تي لا ايديال يعني بلوريال ديال ايديال اوكي يعني هما هما المثاليين هو المترشحين المثاليين هما الطلبه لانهم قراو هنا اندمجوا مع المجتمع الى اخره الى اخره اوكي مزيان هذا كيخص الطلبه انا كملت لكم دابا ديال الطلبه الاجانب دابا غندوز لكم العمال الاجانب